قام الرئيس عبد الفتاح السيسي فجر اليوم بجولة تفقدية للكلية الحربية، رافقه خلالها الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة. صرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بأن الجولة التفقدية تأتي في إطار حرص الرئيس السيسي على متابعة برامج التدريب والتأهيل والإعداد البدني والمهاري المختلفة لطلبة الكليات والمعاهد العسكرية. وقد شهد الرئيس السيسي عددا من الأنشطة التدريبية لطلبة الكلية الحربية، والتي بدأت بأنشطة رياضية تضمنت تمرينات الكفاءة البدنية والدراجات الهوائية التي يقوم الطلبة بأدائها بشكل يومي خلال تواجدهم بالكلية. أظهرت مدى ما يتمتع به طلبة الكلية الحربية من قدرات بدنية عالية، حيث أشاد سيادته بما شاهده خلال الزيارة من قدرات وكفاءة عالية لطلبة الكلية الحربية. كما التقى الرئيس السيسي عددا من طلبة الكلية الحربية وناقشهم في العديد من الموضوعات واستمع لآرائهم واستفساراتهم المختلفة، كما أوصاهم بالتفاني في التدريب وتحصيل العلم والاهتمام بلياقتهم البدنية والتمسك بالمبادئ العريقة للعسكرية المصرية ليكونوا أجيالا قادرة على تحمل المسؤولية وصون مقدسات الوطن.